السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأبطال. إن شاء الله اليوم نكمل معاكم المحاضرة السادسة من محاضرات أثوراكس. عندنا بالنسبة للمحاضرة السادسة تكلم عندنا عن البيريكارديوم. البيريكارديوم هو عبارة عن غشاء يحيط القلب، فسموه بيري معناها محيط، كارديوم قلب، غشاء يحيط القلب. تمام. بيريكارديوم is fibrocerous sac، هو عبارة عن كيس من الفايبرس. تمام. That includes the heart and the roots of the great vessels. يعني هو يغطي له الهارت. تمام. يغطي له الهارت والروتس. هذا الروتس of great vessels. يعني شنو طلاب الروتس؟ يعني معناها منشأ الأسماء. هذا great vessels عندنا الأورتا، السوبريا والإنفيريور فينا كيفا. تمام. هذه تخرج منين؟ من الهارت، فيسمونها روت. روت منشأ يعني. اوكي. روت اوف ذا روت اوف ذا جريت فيزلز. تمام. لايس ويذين ذا ميدل ميديا ستاينم بوستيريور تو ذا بودي اوف ذا ستيرنم. يعني وين موجوده؟ بالميدل ميديا ستاينم. وذكرنا شنو الميدل ميديا ستاينم، المكان اللي موجود به القلب. تمام. بوستيريور تو ذا بودي اوف ذا ستيرنم. وين موجوده؟ بوستيريور تو ذا ستيرنم، ستيرنم عظم القص. اند ذا سكند to the sixth costal cartilage. من ال costal cartilage اللي هي الغضروف، غضاريف الأضلاع. تمام. أو الضلع الثاني إلى الضلع السادس. ماشي بطل؟ زين. الفايبرس بيريكارديوم طلاب عندنا الفايبرس بيريكارديوم. The fibrous pericardium is strong fibrous part of the sac. يعني هو عبارة عن فايبر قوي. تمام. جزء من الفايبر القوي. تمام. It is firmly attached below to the central tendon of the diaphragm by the frenopericardial ligament. يعني هو متصل بال central tendon of the diaphragm. The central tendon، طلاب تذكرون من شرحنا ال diaphragm الحجاب الحاجز، قلنا جزء بيري وجزء بي central. The central سميناه central tendon، تذكرون باللون الأبيض كان. تمام. وقلت لكم ايضا، قلت لكم ان القلب راح يجي يقعد على هذا المكان central tendon of the diaphragm. تمام. عن طريق فرينو بيريكارديال ليجمنت. من اسمه فرينو معناها حجاب حاجز، وبيريكارديال معناها قلب، فمن هذا المكان سموه فرينو بيريكارديال ليجمنت. ماشي. زين. front to the sternum by the sternopericardial ligaments. front to the sternum by the sternopericardial ligaments. يعني وايضا يتصل بالستيرنوم بعظم القص عن طريق ايضا ليجمنت يسمى ستيرنو بيريكارديال ليجمنت. ستيرنو عظم القص، بيريكارديال ليجمنت. ماشي ابطال؟ زين. عندنا سيرس بيريكارديوم. ذا سيرس بيريكارديوم لاين از ذا فايبرس بيريكارديوم اند جودز ذا هارت. سيرس بيريكارديوم هو عباره عن ايضا غشاء يبطن الفايبرس بيريكارديوم. يعني هسه احنا قلنا فايبرس بيريكارديوم بالبدايه. تمام. قلنا شنو فايبرس بيريكارديوم؟ ماشي بطل. وبعدين شنو الفايبرس بيريكارديوم؟ بعد ما ذكرنا فايبرس بيريكارديوم عندنا شنو السيرس بيريكارديوم. السيرس بيريكارديوم هو يبطن الفايبرس بيريكارديوم اند جوز ذا هارت. يعني هسه اذا نجي الطبقات من الخارج الى الداخل، عندنا فايبر واخذناه بالبداية ذكرناه. تمام. بعدين شنو يجيني؟ يجيني السرس. وبعدين يجيني من هو؟ يجيني الهارت، القلب. تمام. حتى تجيني طبقة القلب. ماشي. It is divided into parietal and visceral layers. سيرس بيريكارديوم يقسم إلى قسمين، parietal و visceral. Parietal layer lines the fibrous pericardium and is reflected around the roots of the great vessels to become continuous with the visceral layer of the serous pericardium that closely covers the heart. شوفوا طلاب، شوفوا أبطال، شوف أني هسه جاي أحكي لك عن الفايبرس بيريكارديوم. بالبداية حكيت لك، قلت لك إنه هاي الطبقة الخارجية، آخر طبقة، طبقة خارجية. بعد ما كملت لك الطبقة الخارجية، جيتك للمينو سيرس بيريكارديوم، الطبقة الداخلية. هسه هذا السيرس يا بطل تتكون من طبقتين، شوف بارايتال وفيزرال. بارايتال وفيزرال. البارايتال تبطل لي الفايبرس، والفيزرال تغطي لي القلب. بين البارايتال والفيزرال عندي هذا الكيفيتي، هذا تشوف التجويف، هذا يسمونه بيريكارديال كيفيتي. شو يسمونه؟ بيريكارديال كيفيتي. هذا يحتوي على سائل
على مود يسهل عملية اللوبريكيشنز، ماشي، الاحتكاك، حتى القلب براحته يتحرك ينقبض ويسوي كونتراكشنز براحته، تمام؟ شوف هسه خلينا نكمل. هسه احنا حكينا قلت لك انه هو يقسم الى بارايتال وفيزيرال، وضحت لك اياها. البارايتال لاير لاينز ذا فايبرس بيريكارديوم، شوف لاينز ذا فايبرس بيريكارديوم، تمام؟ وعند and reflected around the roots of the great vessels to become continuous with the visceral layer of the serous، لأنه مدي يتصل مع من هو الفيزيرال لاير اللي هي أيضا من ضمن السيرس بيريكارديوم. يعني حقنا السيرس يقسم إلى بارايتال وفيزيرال. البارايتال هذا يتصل مع الفيزيرال، تمام، that closely covers the heart، على مود يغطون القلب بشكل كامل. لكن عندي من الطبقة الخارجية عندي بالبداية الفايبرس، وراها يجينا السيرس. السيرس يقسم إلى بارايتال وفيزيرال، بينات البارايتال وفيزيرال عندنا يسمونها بيريكارديال كيفيتي. هسه راح نجي عليها. شوف عندي the visceral layer is closely applied to the heart and is often called the epicardium. بالنسبة للvisceral layer يا بطل، عند الvisceral layer هاي شوف عندي وياي، شوف عندي هذا الفايبرس، شوف الفايبرس، شوف عند السرس، السرس عندي parietal وvisceral، بيناتنا كسائل، تمام. في بعض الأحيان يقول لك انه هذا الvisceral يسمونها epicardium. epi معناها خارج او فوق، cardium الطبقة اللي آخر شيء، اللي مو آخر شيء أصلاً بالنسبة للقلب، آخر شيء بالنسبة لجدار القلب، جدار القلب الرئيسي هي بالنسبة لجدار القلب الرئيسي اللي هذا الفيزرا يسمونها إبيكارديوم، تمام؟ في بعض الأحيان زين. The slit-like space between the parietal and visceral layers is reflected to us the pericardial cavity. قلت لك بياناتن أكو cavity يسمونها pericardial cavity. هذه this normal the cavity contains small amount of tissue حوالي 50 ملم. The pericardial fluid which is act as lubricate to facilitate movements of the heart. قلت لك انه هذا الكيفيتي يحتوي على شنو؟ pericardial fluid، على مود يسهل عملية الانقباض من القلب، حركة القلب. زين الهارت، نجي للهارت. الهارت is hollow muscular organ that is somewhat pyramid shaped and lies within the pericardium in the mediastinum. يعني هو عبارة عن عضو عضلي، تمام، يكون شكله هرم الشكل، ووين موجود؟ بالبيريكارديوم، within the pericardium في الميدياستينيوم، تمام، في الميدياستينيوم. زين عندنا surface of the heart. The heart has three surfaces. اولا sternocostal anterior. sternocostal anterior is formed mainly by the right atrium and right ventricle. يعني يتكون بشكل اساسي من الرايت اتريوم والرايت فنتريكل. هذا منه؟ هذا اسمه sternocostal، او يسمونه الانتيرير سيرفيس اوف ذا هارت. يتكون من رايت اتريوم ورايت فنتريكل. هذا الرايت اتريوم ورايت فنتريكل وين يجي؟ مقابل الاسترنوكوستال، تمام، فسموه استرنوكوستال، تمام. وش ار سيبريت فروم ايتش اذر باي ذا كورونري سالكس. يعني هذا يا بطل اللي هو رايت اتريوم ورايت فنتريكل اللي هو الانتيرير سيرفيس للهارت مفصول عن بعض البعض عن طريق هذا السالكس، جيب معناها، ماشي، او جيب، نعم، شق او جيب، هذا عن طريق الكورونا سيركس يفصل الرايت اتريوم عن الرايت فنتريكل، ماشي. نيجي للثاني اللي هو يسمونه دايفراماتيك او انفيريور سيرفيس از فورمد ميلي باي ذا رايت اند ليفت فنتريكلز سيبريتد باي ذا بوستيريور انتر فنتريكل سيركس. عندنا الدايفراماتيك سيرفيس يا بطل، هذا عندي الدايفراماتيك سيرفيس يتكون من شنو؟ رايت اند ليفت فنتريكلز. دايفراماتيك سيرفيس هذا هو طلاب، لان ليش؟ لان هذا المنطقه يجي، احنا قلنا من شنو يتكون؟ رايت اند ليفت فنتريكل، صح. شوف هذا الليفت فنتريكل وهذا الرايت فنتريكل، هذا يجي يتصل، اي يسمونه انفيرير دايفراماتيك سيرفيس، هذا يجي يتصل الدايفرام، يقعد على الدايفرام، هذا هنا يجي الدايفرام هيج، في هذا الجزء يجي يقعد على الدايفرام، فسموه دايفراماتيك سيرفيس او انفيرير. هو يتكون من الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل، ماشي، البطين الايمن والبطين الايسر. The base posterior is formed mainly by the left atrium into which open the four pulmonary veins. يعني شنو؟ شوف the base، القاعدة، هذه هي القاعدة، تمام، هذه هي القاعدة، formed mainly by the left atrium، هذا هو left atrium، تمام، into which open the four pulmonary veins. يعني في بهذا القاعدة اللي هو left atrium راح تفتح بأربعة اللي هو four pulmonary veins، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، ماشي أبطال؟ زين
The apex of the heart. هذا عند الapex of the heart. شبيه الapex of the heart formed by the left ventricle. يتكون من شنو؟ هذا left ventricle. تمام؟ يتكون من left ventricle. is directed downward forward. يعني يكون متصل عفوا يكون اتجاهه downward إلى الأسفل forward إلى الأمام. تمام؟ and to the left وإلى اليسار. زين. it lies at the level of the fifth left intercostal space. عند ال fifth intercostal space. left fifth intercostal space وهذا مهم جدا. هذا المنطقة شوفوا طلاب هذا lies at the level of the fifth left intercostal space. هذا منا يعني الطبيب الباطنية وطبيب القلبية أو الطبيب يعني بشكل عام أنه يقدر يسمع صوت القلب من هذا المنطقة. مهم هذا جدا المنطقة في الباطنية عند left fifth intercostal space. احفظها left fifth intercostal space. من هي القاعدة يسمونها apex of the heart. هنا مصدر الصوت يعني تمام صوت القلب. زين فنجي للبوردرز اوف ذا هارت. بوردرز اوف ذا هارت ذا رايت بوردر از فورمد باي ذا رايت اتريوم. رايت اتريوم رايت اتريوم هذا عندي الرايت بوردر يتكون من شنو؟ رايت اتريوم الاذين الايمن ماشي. زين بينما الليفت بوردر از فورمد باي ذا ليفت فنتريكل اند بارت اوف ذا ليفت اوريكل. يتكون من شنو الليفت بوردر؟ يتكون من الليفت فنتريكل الاذين عفوا البطين الايسر البطين الايسر وجزء بارت اوف ذا ليفت اوريكل. هذا الاوريكل هذا الاوريكل يسمونه بارت جزء من عنده يكون ايضا الليفت بوردر. يتكون من الليفت فنتريكل وبارت اوف ذا ليفت اوريكل. ماشي ابطال. زين نجي للتشامبرز اوف ذا هارت. تشامبرز اوف ذا هارت طلاب عندنا ال تمام طلاب. فإذا عندنا القلب يتكون من أربعة chambers. تمام أربعة مناطق أو مقاطع. أربعة مناطق right و left atria يعني الأذين الأيسر والأيمن والبطين الأيسر والأيمن. تمام the two atria are separated from two ventricles by atrioventricular groove. هذا منه الأتريا اللي هي الأذينات مفصولات عن بعضنا البعض عن طريق الاتريو فنتركولار جروف أو يسمونه كورونري سالكس. تمام two ventricles separated by anterior. هسه راح أوضح لكم إياها هسه بالتفصيل راح أوضح لكم إياها. تمام أبطال. فإذا عندنا هسه الاتريا هذا الاتريا مفصولات عن بعضنا البعض عن طريق منه هذا الاتريا طبعا مفصولات عن بعضنا البعض عن طريق كورونري سالكس. تمام two atria separated from the two ventricles يعني هذا الاتريا مفصوله عن بعضها البعض مفصوله عن الventricles. هذه الاتريا الاذين تمام مفصول عن هذا البطين بcoronary sulcus. تمام وهذا عندنا الاخر هذا هو الاذين هسه اوضح لكم اياه هسه بس نصل راح اوضح لكم اياه بالتفصيل بالتفصيل احنا راح ناخذه هسه. تمام طلاب. فعلى كل المهم عندنا انه عندنا التو اتريا ار سيبريتد فروم ذا تو فنتريكلز باي ذا اتريو فنتريكولار جروف. يسمونه شوف طلاب هو الاتريا مفصول عن الفنتريكل باتريو هو جاي الاسم من عند هذا وجاي الاسم من عند هذا يعني بيناتهم اتريو فنتريكولار. تمام جروف جروف معناها شق او مجرى او هيك شيء. تمام فسموه او يسموه تقدر تسميه كورونري سالكس. تمام ذا تو فنتريكل two ventricles separated by the anterior interventricular groove contains the great cardiac vein great cardiac vein و anterior interventricular branch. هذا منه جاي يحكي لي جاي يحكي لي انه يقول لك ال right ventricle مفصول عن ال left ventricle عن طريق منه عن طريق شنو عن طريق منه عن طريق ال interventricular groove. هذا يسمونه هذا الجروف interventricular groove. بهذا interventricular groove يقول لك يحتوي على great cardiac vein ويحتوي على anterior interventricular branch. ماشي تمام زين. the walls of the heart are composed of cardiac muscle. يعني جدران القلب يتكون من عضلات القلب. تمام هي المايوكارديوم covered externally with the serous pericardium اللي هو تحديدا يغطى بطبقة الفيزيرال مثل ما ذكرنا هسه قبل شوية اللي هي مايوكارديوم
وابيكارديوم واندوكارديوم which lined internally with a layer of the endothelium وهي تبطن من الداخل بطبقة تدعى الاندوثيليوم. فإذا عندي مايوكارديوم ابيكارديوم اندوكارديوم تمام. المايوكارديوم هي تغطيها طبقة الفيزيرال اللي هي للسرس تمام. وعندي الابيكارديوم والاندوكارديوم which lined internally with the layer of the endothelium. ماشي أبطال؟ زين. Each atria leads to its corresponding ventricular by the atrioventricular valve. يعني هذا الاتريا تمام، الاتريا يجي الدم من الجسم الى الاتريا مباشرة ومن ثم الاتريا تحول. الاتريا احنا نعرف انه بالفسلجة بالفسيولوجي بالمرحلة الثانية ان شاء الله من تصلوا المرحلة الثانية راح تعرفون بالفسلجة انه الاتريا اللي هي خزانة الدم بالجسم تمام، هي خزانة الدم. والفينتركل هي مضخة القلب يسمونها مضخة القلب، هاي بالفسلجة تمام. فإذا عندنا كل آتريا leads to corresponding to its corresponding ventricle، يعني الليفت مثلا على سبيل المثال ليفت آتريا تفتح وين بالcorresponding ventricle اللي هي left ventricle by atrioventricular valve عن طريق الatrioventricular valve تمام. هسا أيضا راح نجي ناخذ الفالفات بالتفصيل. The right one is tricuspid tricuspid consists of three cusps connected to the three papillary muscles on the inside. شوفوا طلاب هسه يقول لك شنو مثلا الرايت اتريوم. شوف يا بطل يقول لك انه الرايت اتريوم، هذا الرايت اتريوم الاذين الايمن يفتح بالاذين الايسر عن طريق الترايكيوسبيد فالف. ليش سموه ترايكيوسبيد فالف؟ لانه يتكون من ثلاث كوسبات، ثلاث شرائح تمام، ثلاث شرائح، شريحه رقم واحد، شريحة رقم 2، شريحة رقم 3 ماشي. فسموها tricuspid valve، او عفوا هو tricuspid valve لانه يتكون من ثلاث cusps connected to three papillary muscles، يرتبط بثلاثة papillary muscles. هذه papillary muscles هذه وظيفتها انه بس تفتح وتسد حتى يعبر الدم وتقفل وهكذا تمام. on the inside of the right ventricle، داخل ال right ventricle اللي هي البابيلاري مصاصة إلى داخل الرايت فينتريكل عن طريق 3 light structure known as the corda tendini. هذا الكوردا تندني يا بطل، عن طريق هذه حبال الكوردا تندني. كوردا تندني شنو وظيفتها؟ واللي تربط الكاسبس of the tricuspid valve بالبابيلاري مصل، هذه هي من هي الكوردا تندني تمام؟ زين. Why the left valve is bicuspid valve mitral has two cusps connected to تو بابيلاري مصاص عن طريق الكوردة تندني. يذكر لي انه الميترال فالف يا بطل انه يتكون من شنو؟ يتكون من اثنين باي كيوسبيد فالف، وهم في بعض الاحيان في بعض المصادر يذكرون مباشرة باي كيوسبيد فالف، او ناس تقول لك لا بعض الدكاترة يقولون لا ميترال فالف، فهو نفس الشيء يعني تمام. له اسمين، has two cusps connected to papillary muscles، نفس هذه connected to papillary muscles عن طريق ايضا الكوردة تندني ماشي. زين نجي يقول لك انه the right atrium consists تمام طلاب. فاذا عندنا right atrium consists of two parts smooth sinus venosus and rough part musculopectini. يعني طلاب شوف هذا عندنا بالنسبة يذكر لي انه منو عندنا right atrium الاذين الايمن يتكون من sinus venosus تمام، ويتكون من شنو؟ يتكون musculi pectini. musculi pectini هذه صايرة اشبه بال يعني هذا الجدار يتكون musculi pectini يعني عضلة، بس شلون صايرة متقطعة؟ شوف musculi pectini شوف تمام. separated by crista terminalis يعني هي تكون مفصولة عن طريق separated by crista terminalis. شوف هذا الحد أشبه بال يسمونها أي crista terminalis تمام ماشي. فإذا عندنا ال right atrium يتألف من two part of two part smooth ملساء sinus venosus تمام. sinus venosus يعني جزء املس يسمونه sinus venosus هذا هو تمام، وجزء خشن
موسكولاي بيكتيناي، شوف خشن رف موسكولاي بيكتيناي، مفصولات عن بعضها البعض عن طريق كريستا تيرمينالس، تمام؟ separated by كريستا تيرمينالس. It receives the openings of the superior vena cava from above. يعني هذا يستلم الرايت اتريوم، يستلم من السوبريور فينا كيفا، تمام، يستلم الدم من السوبريور فينا كيفا من الاعلى، والانفيريور فينا كيفا من الاسفل، هذا الانفيريور فينا كيفا من الاسفل، تمام يا بطل. And opening of the coronary venous sinus and opening of the coronary venous sinus which drains most of the blood of the blood from the heart wall opens into the right atrium between the inferior vena cava and the atrioventricular orifices. The right atrioventricular orifices lies anterior to the inferior vena cava opening and is guarded by the tricuspid valve. تمام؟ فإذا عند right atrioventricular طلاب right atrioventricular right atrioventricular ما بين الاتريوم والventricle يسمونه atrioventricular orifice، الفتحة اللي موجودة ما بين orifice معناها فتحة ما بين ما بين الاتريوم والventricle، ما بين الرايت اتريوم والرايت ventricle. lies anterior to the inferior vena cava، هذه عند الانفيريور فينا كيفا هي تكون anterior لها، يعني هذا الانفيريور فينا كيفا هذه anterior لها، تمام زين. Many small orifices of small veins also drain the wall of the heart and open directly into the right atrium. Many small orifices of small veins يعني العديد من الفتحات موجودة أيضا drain the wall يعني تجيب الدم، تمام، تجلب الدم نين من جدار القلب وتفتح directly في الرايت atrium، تفتح مباشرة وين بالرايت atrium، هذا هو الرايت atrium، تمام، والرايت atrium يحول للرايت فينتريكل، اوكي، والرايت فينتريكل وين يضخ؟ يضخ عن طريق البولمونري الى الرئه، والرئه تصفي وترجع على الليفت اتريوم، والليفت اتريوم يحول على الليفت فينتريكل، والليفت فينتريكل يضخ الى باقي الجسم. وصلت الفكره؟ يعني هسه شنو عندنا؟ يجي الدم من الجسم وين؟ بالرايت اتريوم. الرايت اتريوم وين يحول؟ على الرايت فينتريكل. الرايت فينتريكل وين يحول؟ على البولمونري، على البولمناري ارتري. البولمناري ارتري وين يودي؟ للرئة. الرئة وين تجيب؟ تجيب على الليفت، على الليفت اتريوم. الليفت اتريوم وين يحول؟ على الليفت فينتريكل. الليفت فينتريكل هو المضخة، مضخة الجسم، مضخة القلب، يحول وين؟ الى باقي انحاء الجسم، يغذى الجسم. زين نجي للرايت فينتريكل. الرايت فينتريكل، الرايت فينتريكل the walls of the right ventricle are much thicker، هو يكون يعني هو سميك، than those of the right atrium، أكثر سمكاً من الرايت أتريوم. And show several internal projections rich forming the muscle bundles known as the trabeculae corneae. يعني شوفوا طلاب إنه trabeculae corneae يعني جزء متعرج، تمام؟ جزء متعايد التعرجات اللي بي، يعني جزء مو أملس، تمام؟ يسمونها trabeculae corneae، هذه هي بي، ماشي؟ The papillary muscle are conical in shape. The papillary muscle مثل ما ذكرت لك يعني يكون conical in shape، تمام. Attached by their bases to the ventricle to the ventricular wall. تتصل بقاعدتها يعني بالventricular wall. والapex apex القمة مالتها تتصل وين؟ تتصل بالفايبرس أو يسمونها كوردة تندني، هذه بالحبال والكوردة تندني. To the cuspus of the tricuspid valve. بالcuspus of the هذه الشفرات مع التريكوسبيد فالف. على مود تقدر هذه العضلات هي اللي تتحكم بتسد وتفتح بالتريكوسبيد فالف حتى تسمع بدخول الدم أو لا. ماشي؟ زين. التريكوسبيد فالف طبعا التريكوسبيد فالف guards the right atrioventricular orifice. Atrioventricular orifice. تمام؟ And consists of three cuspus. يتكون من ثلاث cuspus. واحد، اثنين، ثلاثة. Then formed by fold of endocardium with some connective tissue enclosed anterior septal and posterior cuspus. The corda tendini connect the cuspus to the papillary muscle. Corda tendini يربط الكسبس. Corda tendini هذه هي تربط الكسبس وين؟ بالبابيلاري مصل. ماشي؟ وضحت. زين نجي للبلمونري فالف. طلع بالنسبة للبلمونري فالف. طبعا البلمونري فالف هذا هو البلمونري فالف اللي هو وين صاير لي؟ صاير
بالرايت رايت فينتريكل رايت فينتريكل، لان هو شنو يصير ما بين البلمونري ارتري والرايت فينتريكل. الرايت فينتريكل وين يضخ الدم؟ على الرئه، فهو صاير بالرايت فينتريكل. تمام، خلينا نشوف. The pulmonary valve guards the pulmonary orifice and consists of three similar cusps. اذا تكون من ثلاثة شفرات، واحد اثنين ثلاثة، ماشي زين. By folds of endocardium with connective tissue. The three similar cusps يعني تكون هلالية الشكل. الكسبس are arranged منظمة with one posterior and two anterior، يعني واحدة تكون posterior واثنين anterior. تمام، هاي مثل ما تشوف واحدة posterior اثنين anterior. تمام، no corda or papillary muscles are associated with this valve cuspus. يعني no corda or papillary muscles. بالpulmonary valve ما بي corda تندني أو papillary muscles. تمام؟ ما موجودة بي، مثل ما موجودة بالtricuspid valve. Okay. Attachments of the sides of the cuspus to the arterial wall prevent the cuspus from prolapsing into the ventricle. يعني تمنع أنه ال attachment of the size of the cuspus، هذا الكسبس تتصل وين؟ بالarterial wall، ماشي؟ بالarterial wall تمنع الكسبس، تمنع هذه الشفرات من انها يصير بها prolapsing، يعني يصير بها تنقبض. تمام؟ تنقبض يعني تنسد، يعني بين قوسين، تمام؟ داخل الventricle، تنقبض او تنسد او تنسحب داخل الventricle. تمام؟ زين، نجي للليفت اتريوم. الليفت اتريوم طلاب، بالنسبه للليفت اتريوم عندنا انه هو similar to the right atrium، هو مشابه للرايت اتريوم. The left atrium consists of the main cavity and left auricle. يتكون من المين كافيتي والليفت، هذا الكافيتي تجويف ماله، والليفت auricle. تمام، the anterior of the left atrium is smooth. Anterior of the left atrium is smooth. هذا الامام، الجزء الامام له يكون smooth، ماشي زين. The left atrium receives the opening of the four pulmonary veins oxygenated blood from the lungs to left to right pulmonary veins. يا طلاب شوفوا، هذا شيء استثنائي لأن لازم نبهكم عليه حتى ما تدخ بي. هذا الفينات الوحيدة، pulmonary veins الوحيدة بالجسم اللي تحتوي على دم وأكسجين. يعني مثل ما نعرف أنه الأوردة تحتوي على دم غير مؤكسجين، لكن هذه الأوردة البولمونري فينس هي الوحيدة اللي تحتوي على دم وأكسج بالجسم كله. تمام، هي جاية من الرئة تحمل دم وأكسج. وين تصب لي؟ تصب لي بالليفت آتريوم. والليفت آتريوم وين يودي؟ الليفت فينتريكل. الليفت فينتريكل وين يضخ؟ يضخ الباقي الجسم، ماشي؟ سجلها، ملاحظة عندك. عندي اثنين ليفت واثنين رايت بولمونري فينس، وين راح تصب لي؟ تصب لي بالليفت آتريوم. والليفت آتريوم حول الليفت فينتريكل، والليفت فينتريكل يصب باقي الجسم. The left atrioventricular orifices is guarded by the mitral valve. يعني عندي ما بين left atrium والleft ventricle valve. من هو شو اسمه؟ ممكن يجيك MCQ فتقول له دكتور المترال valve. اوكي؟ زين. شو بقى عندي؟ left بقى عندي الleft ventricle اللي هو البطين الأيسر. هذا الوحش يعني بين قوسين يكون شوية سميك جداره. زين، the walls of the left ventricle are three times thicker than those of the right ventricle. يكون أسمك من ال right ventricle بثلاث مرات. in a cross section في المقطع العرضي، يعني من قصون قطع عرضي، the left ventricle is circular. يكون the left ventricle الجدار مالي يكون circular، دائري. تمام، the right is crescentic يعني هلالي. تمام، the part of the ventricle below the aortic orifice is called the aortic vestibule. The part of the ventricle، جزء من ال ventricle، تمام، أسفل ال aortic orifice، يعني أسفل هذا ال aortic orifice، شو يسمونه؟ يسمونه aortic vestibule. تمام، aortic vestibule هذا جزء يسمونه aortic vestibule. ممكن يجيب لك MCQ يعني، أو يجيب لك فراغ يقول لك the part of the ventricle below the aortic orifice شو يسمونه؟ يقول دكتور aortic vestibule. هذا مهم جدا. تمام، تمشرب اللون الأحمر. زين، بقاعدنا الميترال فالف. الميترال فالف guards the atrioventricular orifice، يكون ما بين الليفت آتريوم والليفت فينتريكل. هذا هم معلومة أنه لازم تعرفه، أنه هو صاير ما بين الليفت آتريوم والليفت فينتريكل. تمام، هذا هو الميترال فالف.
تمام. It consists of two cuspids. يتكون من شفرتين similar to that of the cuspids of the tricuspid, هي مشابهة لتريكوسبيد فالف لكن هذه عددها اثنين تمام. One anterior and one posterior. One anterior and one posterior. The anterior cuspis is the larger. الانتيرير cuspis تكون اكبر تمام. هذا الانتيرير cuspis وهذا البوستيرير cuspis. تشوف الانتيرير cuspis يكون شويه حجمها اكبر ماشي. وعندنا اخر شيء ونكمل هاي المحاضره ان شاء الله. عندنا الاورتيك فالف. الاورتيك فالف guards the aortic orifice and is precisely similar in structure to the pulmonary valve. يعني الاورتيك فالف عندنا يا طلاب الاورتيك الاورتيك اورفيس او الاورتيك فالف هذا هو الاورتيك فالف. شو يكون هذا تمام طلاب؟ شو يكون هذا؟ انه عندنا الاورتيك اورفيس هذا الاورتيك فالف. شو يكون عندنا؟ The aortic valve guards the aortic orifice and principally similar in the structure to the pulmonary valve. يعني هو مشابه تقريبا منه مشابه للبولمونري فالف. مشابه منه مشابه للبولمونري فالف. يعني شوف يعني يكون شبه له. هذا هو البولمونري فالف وهذا عندنا الاورتيك فالف ماشي. يعني يقول لك انه هو مشابه له. One cuspis is situated on the anterior wall and two are located on the posterior wall. هذه اثنين وين صارت لي؟ من الاورتيك فالف من الكاسبس الشفرات. اثنين بالبوستيرير وحده بالانتيرير. اثنين بالبوستيرير وحده بالانتيرير تمام. يعني نقول لك one cuspis situated on the anterior وحده صايره بالانتيرير تمام. and two are located on the posterior. اثنين موجودات وين؟ بالبوستيرير ماشي ابطال. بالتالي احنا كملنا هاي المحاضره السادسه طلاب وان شاء الله نلتقيكم بالمحاضره السابعه. شدوا حيلكم ان شاء الله كل التوفيق لكم طلابنا الأبطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.